من الفاكتورز برضو مهمة جدا to change the speed of chemical reaction عندي الكاتاليست. الكاتاليست عبارة عن chemical substance changes the speed of reaction without being changed من غير ما هو نفسه يتأثر. بنستخدم الكاتاليست in little amount، كمية قليلة جدا من الكاتاليست بنستخدمها to increase or decrease the speed of chemical reaction. لكن احنا الكاتاليست اللي معانا اللي هو منجنيز دايكسايد هنستخدمه to increase the speed of chemical reaction. عندي هنا في الفلاسك في هيدروجين بيروكسيد، الهيدروجين بيروكسيد بيحصل له decomposition ويديني water and oxygen، يعني هو حاليا بيحصل له decomposition، لكن لو حطيت له المنجنيز دايكسايد it will decompose very fast، فهنلاقي عندنا هيحصل fast decomposition ويطلع لي الاكسجين جاز زي ما هنشوف.